ما دي للأسف لازم تسألي الناس اللي موجودة عندك أو اللي شغالة عندك في الموضوع ده، هم هيفيدوك أكتر مني، لأن الأنواع اللي موجودة عندك أو خارج مصر أنا ما جربتهاش ومش هعرف أقول رأيي فيها. الناس اللي بتبقى عايزة تتدرب عندي أنا مثلا ممكن أدي كورسات كل 3 4 شهور مرة، يعني اللي عايز يجي يشتغل عندي هنا يعني يصور هو بنفسه ويعمل شغل هو انا ما عنديش مشكلة، تمام؟ انما يشتغل معايا شغل خاص فللأسف ما فيش إمكانية. لو سمحت اسعر الصينية ازاي؟ الصينية بتتسعر على حسب حطيتي خامات فيها قد ايه، خدت منك ادوات قد ايه، خدت منك تكلفة كام تقدري ان انت تسعري. بس على المستوى الشخصي اقول لك مثلا لو صينية بتبدأ من 1000 وانت طالعة، تنوروني والله. اللي عايز يتصور يجي يتفضل، المكان مفتوح، اللي عايز يجي يصور معايا مفيش مشكلة، اللي عايز يجي يعمل شغله عندي مفيش مشكلة، المكان مفتوح لكلكم للناس كلها يعني. بسم الله. ممكن تشرح الورد بيتجفف ازاي؟ الورد بيتجفف بحاجة اسمها مادة السيليكا جيل. اوريكم شكلها تاني، هوريكم شكلها، خليكم معايا. السيليكا جيل اتمنى بس الاقيها. انا جبت شوية في ايدي اهو، دي مادة السيليكا جيل. ده مش سكر بقى ولا رمل. بجد والله، عشان اللي هيدخل يقولي ده رمل او سكر هوريه لكم. دي مادة اسمها مادة، مش دي ايه برضو اهو، دي مادة اسمها مادة السيليكا جيل. والله لا اشيل الموبايل واوريك. استنى، السلكة جيلي دي بنجفف بيها الورد. انا عايز اوريكم كل حاجة والله اهو. لا ولا تعب ولا حاجة اهي. ده الرمل لسه مدلوق اهو، ده الرمل تمام. دي السلكة جيل، ده مش سكر ولا ملح، عبارة عن كور صغيرة اهيت اهيت. انا مش عارف الصورة واضحة ولا لا، اهو دي مادة اسمها مادة السيليكا جيل، دي اللي بنجفف بيها الورد. في فيديو موجود على القناة انا منزله من حوالي شهر بالظبط، تقدروا ان انتوا تشوفوه بيتجفف ازاي ويتعمل ازاي اهو. هتلاقوا حتى فيها ورد مجفف اهو. يبقى ده اسمه ايه؟ دي السيليكا جيل، لا هي لا ملح تمام ولا هي سكر. وخلي بالكم انا اتصدمت اول ما شفت شكلها، انا افتكرتها سكر والله، بس هي دي مادة السيليكا جيل. اتمنى تكون المعلومة وصلت. ده الرمل اهو، الاستاذة اللي كانت بتشتمني. يلا استنى، مادة السيليكا جيل بتتباع عند الناس اللي بيبيعوا خامات للريزن، تمام؟ مادة السيليكا جيل بتتباع عند الناس اللي بيبيعوا خامات الريزن. الناس اللي موجودة يا جماعة صلوا على النبي، وأي حد ليه سؤال يتفضل يكتبه. ربنا يخليكي والله، تسلمي لي. يبقى احنا شفنا السيليكا جيل،